السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا عبر شبكة سلام. بالتأكيد حلقة جديدة من برنامج إدو ليبي ومواضيع جديدة والعاب جديدة مع ضيوفنا. خلونا نرحبوا بضيوفنا الفنانة والنجمة القديرة خدوجة صبري. الفنان الشاب واصف الخويلدي. البلوجر الليبية أريج الشابع. والمذيع بهاء شريف. والمذيعة نورة الجربي. والفنان الشامل فتحي كحلول. ما ننسوش مشاهدينا الكرام زي كل حلقة ان نوجه تحية لرعاة برنامج إدو ليبي شركة عصير تيوب. دروب ليبيا هونداي. وشركة الرائد أديداس. بالتأكيد مشاهدينا الكرام حتكون اليوم معنا فقرات جديدة ومنوعة. نرحبوا بكم وكيف حالكم وشن أخباركم وكيف شفتوا الأصداء على الحلقات اللي فاتوا؟ الحمد لله. شوف الألوان الحلوة المتناسقة، فريق يعني يا جميل. نورتينا أريج. نورك يا فريق ليبيا. الحمد لله فريق موحد وكنا في صف واحد على قلب رجل واحد. قلبي رجل واحد. مش لون واحد. والحمد لله رب العالمين. بس ألواننا متناسقة يعني. طبعا طبعا. لكن احنا شوف طبعا. اليوم تعبناكم شوية في عنابي عنابي. ما تقولناش حتى مع بعضنا. في التجهيز لهالحلقة خلنا نشطكم شوية قبل نبدأ في موضوعنا اليوم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليكم. نزعل بلا رادي نرمي الزعل ونجيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليكم. نزعل بلا رادي نرمي الزعل ونجيهم. موضوع حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام موضوع مهم جدا جدا جدا، يمس شريحة مهمة في مجتمعنا ويجب ان احنا نوقفوا عنده، وهو من ابرز المواضيع اللي حتكون معنا في إدو ليبي، وهو تأثير الحرب على الأطفال. اليوم حنتكلموا على كل الآثار اللي تعرض لها الطفل في فترة الحروب، مش فقط الآثار المادية نتيجة الحروب ولكن أيضا الضغوطات النفسية، وكيف من المفترض أن الطفل تتوفر له البيئة المناسبة وكيف أولياء الأمور يتعايشوا مع هالظروف. خلونا نبدو الحوار على هالموضوع. أستاذة خدوجة، أنت أم ولربما قلب الأم والأمهات بشكل عام أكثر من يشعر بفلذات أكبادهم في مرحلة زي هالمراحل. والله مرينا فعلا بحالات يعني كثيرة من في الموضوع هذا تحديدا، يعني فعلا أحفادي مثلا التي يقعدوا خايفين ويقعدوا متوترين، يسمعوا كل يوم في أشياء ما يقدروش يرقدوا مرتاحين، أحلامهم بدت مزعجة. فلا يعني في عوامل سلبية جدا في هذا الموضوع وتأثير على الطفل بشكل عام، تأثير على الطفل الليبي وين ما كان. فطبعا حاجة نفسيا بتدمر يعني، يقعد أنا متأكدة أنه حتى لما يكبر دائما حيقعد الفترة هذه أنه هو يفكر فيها كويس، يعني حتقعد في المخزون بتاعها. فتأثير الحروب على الطفل شيء مؤلم يعني للطفل وللأب وللأم وللأسرة بشكل عام. يعني أوجه الضرر اللي يتعرض له الطفل في فترات الحروب، احنا طبعا ربما مش حنتكلموا على الطفل الليبي، احنا ممكن نتكلموا على الطفل الليبي العربي في كل مكان. الطفولة وين ما كانت جنب الطفولة وين ما كانت طبعا هي في النهاية إنسانية الطفولة، البراءة. هو طفل يعني لما يعيش كل هذه الأشياء اللي هو مازال أكبر من سنه، فأكيد يعني حاجة مؤلمة، يعني حاجة صعبة عليه.
مش اي طفل يقدر يستوعب. على فكره بعض الاطفال اني شفت مثلا عندي حفيدي لما يشوف يقول والله عادي عادي يا نانا عادي ما فيش مشكله يعني ما عادي عنده. هذا اعتقد انه شيء سلبي يعني حالات، لكن في حالات صعبه انه ما يقدرش يتحمله يعني. واصف كيف تشوف في هالموضوع؟ والله زي ما نعرف احنا محمد ان بناء المجتمع يبدا ببناء الطفل فكريا وجسديا، عرفت يعني؟ يعني في الوقت هذا ووقت وقت الحروب يعني وتاثيرها على الاطفال يعني تاثير كبير جدا. يعني احنا لما يعني لما نشوفوا احنا الناتج بتاع الطفوله هذه لما يطلع جيل مشوه نبدو نقولوا خيرا احنا اطفالنا طلعوا هكي، خيرا طلعوا عندهم عقده نفسيه، خيرا متعصبين، خيرهم مش راكزين. يعني هذه الضغوطات كلها تاثر عليهم، عرفتوا؟ بالذات الحروب، دوي الانفجارات وصوت الرصاص، يعني درجة ان احنا تو الاطفال حتى عندنا احنا مثلا بدون متاثرين بالاصوات الاسلحه، يعني معش هاجسهم بدا انه وما يسمع طلقه ولا يسمع انفجار يبدا تبدا حتى الصفير، احنا نقولوا مرض الصفير، عرفتوا؟ الرعب والبكاء، عرفت؟ فاحنا ما نلوموش على الاطفال، يعني لما نجوا نشوفوا مثلا نموذج طفل مثلا غير سوي نقولوا لا خير اطلع هكي. بالعكس هو اصلا بيئه المجتمع، بيئه المجتمع اللي الضغط اللي صار عليه باهي ما يطلعلكش واحد سفاح، هو باهي يطلع لك هكي يعني ممكن خايف. ايه خايف ولا مسكين متردد ولا عنده عاده مثلا. طيب نورا، الضرر النفسي والضغوطات النفسيه اللي تخلفها الحرب على نحن الكبار ممكن بشكل كبير، ولكن يظل الطفل ليه خصوصيته وهو حيتضرر بشكل اكبر. كيف تشوفي في هالقضيه؟ كيف تعلقي عليها؟ طبعا اللي يعانوا منه حاليا اطفال ليبيا واطفال مش بس ليبيا، اي اطفال تعيش في حاله حرب او في مدن قائمه فيها حروب، هو صراحة أمر مؤسف جدا، ممكن حتى كلماتك تعجز عن وصفه. يعني الطفل المفروض يتربى في بيئة آمنة، بيئة سوية، بيئة فيها سبل الراحة. احنا نشوفه في الليبيين يتنقلوا من منزل لمنزل، هارب من شيء إلى مكان آخر. انتقالة الطفل نفسها يعني في العالم الآخر لما ينتقل من مدرسة لمدرسة أو ينتقل من منزل إلى منزل، أهله يهيئوه نفسيا بشكل كبير، يا ما بال نحن قاعدين ينتقلوا تحت وطأة ظروف صعبة جدا. أنا مش عارف، أتمنى يكون إن في مشاريع أو في منظمات تهتم باللي حيصير مستقبلا، يعني مش بس توا، على مدى بعيد. قياس الأمر على مدى بعيد مهم جدا، يعني هالأطفال بعد عمر كم سنة كيف حتكون نتائج هالظروف اللي قاعدين يمروا بها عليهم، اللي انعكاس على شخصيتهم كيف حيكون؟ هل حيكونوا أشخاص أسوياء في المجتمع أم لا؟ يعني هل بعدين المجتمع حيقدر يعاني باش يردهم أشخاص طبيعيين عايشين في مجتمع طبيعي أم لا؟ الأمر يحتاج إلى كم هائل من المجهود اللي مفروض نبذلوه كلنا، إعلام، صحافة، مجتمع مدني، منظمات، دولة، حكومة، يعني كل فرد فينا مسؤول تجاه الأطفال ومسؤول تجاه مستقبلهم وتجاه الوطن اللي مفروض يحضنهم. طيب خلونا نمشوا نشوفوا هالفيديو ونرجع نكملوا نقاشنا على الموضوع.
شيء مؤلم شيء مؤلم انت تشوف الصورة هذه. الحروب دائما دمار ودائما خسارة لأي إنسان، مش بس أطفال العالم ولكن لأي إنسان في العالم يتعرض إلى هذه الضغوط وإلى هذا الترحال من مكان إلى آخر، مكان مجهول لم يتعود عليه، أو إلى أماكن أخرى، أماكن إيواء ليس فيها سبل الراحة. هذه قضايا طبعا تحتاج منا إلى دارسين وإلى باحثين وإلى أخصائيين اجتماعيين لكي يساهموا في حلول هذه المشاكل، ولعلها سوف لن تحل قريبا، تحتاج إلى وقت وإلى زمن. ونحن من الشيء الساخر والمضحك أن حتى لعبة الأطفال ولت سلاح. لعبة الطفل اللي يبيعوا فيها في المتاجر هي سلاح، هي دبابة وهي كلاشن وهي مسدس، وتشوف الأطفال يمارسوا في نفس اللعبة اللي يديروا فيها الكبار وإن كانوا هم على صغر سنهم. فنحن أمام كارثة كبيرة جدا 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 تحتاج منا إلى تكاتف اجتماعي وإلى تصالح اجتماعي وإلى مد يدينا للآخر لكي نتصافح ونتصالح بالفعل باش نكونوا أسرة واحدة، وإلا مش هنطلع من هالموضوع هذا. نمشوا لأريج، شفت الفيديو كيف نعلقوا عليه؟ نمشي الخدوجة. هل الطفل النازح هذا من بيته ومن فراشه ومن مكانه ومن شوف قديش يعني، ومع هذا الملاحظة اللي شفتها يعني خلت شوية هيك الابتسام على وجوههم، كل شيء وتبقى البراءة بكل ألامهم. وصف. والله كلمة واحدة يا محمد، لعنة الله على كل مسؤول كان سبب في هذا الشيء اللي صار يعني. بهاء. والله للأسف فيديو محزن، ويحزنني إن بلادي فيها هذه الصورة الفسيفسائية الكئيبة والتعيسة جدا. للأمانة الأطفال يعني هم نواة المجتمع، هم اللبنة الأولى الأساسية يعني. في كل بيت ليبي لما يبتسم طفل يرسم الفرحة على كل وجوه العائلة، ولما يعاني أو يتعب طفل أو يمرض العائلة كلها حتكون في حالة يرثى لها. يعني للأسف الطفل هم الشريحة الأكثر ضعفا وأكثر تضررا في مجتمعنا. حتى اليونيسف للأسف بسبب الظروف الحالية اللي تمر بها البلاد تكلمت على رقم مهول جدا، 250,000 طفل ليبي يعني في 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 مشكلة كبيرة، في صعوبة في الوصول للرعاية الصحية، التغذية السليمة، المكان، المأوى الآمن، التعليم، هذا كله يعاني من الأطفال. تصور أنت لما يكون عندك 250,000 طفل الآن مقارنة بتعداد ليبيا يعني تعتبر نسبة كبيرة. فبعد 20 سنة، بعد 25 سنة كيف حيكونوا هذم الأطفال؟ عقد نفسية، أمراض، كآبة، هذا كله حينعكس على سلوكهم مستقبلا، وهذا حيأثر على المجتمع. لأن أعتقد ننتظر أن هؤلاء الأجيال البريئة لو نشأت نشأة سليمة هي اللي حتبني ليبيا مستقبلا. تاني حاجة، الأطفال هم اللي يعانوا في سبب القرارات الخاطئة اللي إحنا ناخدوا فيها أو المسؤولين ياخدوا فيها. الطفل ماليش علاقة، يبي يلعب، يبي رعاية صحية. إحنا المفروض نتعلموا من الطفل البراءة، التسامح، نسيان الضغائن. الطفل لو تجي تكشخ عليه أو حتى تضربه بعد ساعة ينسى، يجي يحضنك. هذا اللي مفروض نتعلمه من الأطفال. الطفل اليوم لا يسأل كيف حاله، شو يبي. الطفل لا يسأل، لا مفيش أي حاجة نفسية، استثناء قعد استثناء دعم نفسي شيء يعني. أنا ما كنتش نعرف، جزء مني متوقعش مش بحصولة زي هي. أنا ليا فترة طويلة ما
ما زرتش ليبيا وما نعرفش الدمار اللي فيها. طبعا هي الصورة دي مش كلها أعتقد من ليبيا، غالبيتها من ليبيا. بس أنا حضرت من الحرب شهر ونص، والشهر ونص هما قاعدة نتذكر فيه بحاضر فيهم، مع أن كان عمري 22 23 سنة ذاك الوقت. فلو أنا قعدت سنين نتذكر فيهم وقعدت في مواقف شفتها جيراني ماتوا قدامنا في الشارع قاعدة أنا نتذكر فيه، وقعدت فترة طويلة نحلم بكوابيس ونتذكر بجيراني والناس اللي قريت معاهم، كيف هم الأطفال كيف عايشين أنا مش عارف. نورة أنا نسلم نسلم المايك للأستاذ فتحي. ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت نعيش في سلام ونحي في أمن وأمان، نبو نشوف أطفال بلادي لا حروب ولا أحزان، نبو نشوف الطفل سعيد عيش الفرحة في كل أيامه، كل أوقات فرح وعيد وتحقق في اليوم أحلامه، وتحقق في اليوم أحلامه، ما يشوفش لحظة ندم، ما يشوفش لحظة حرمان، لا حروب ولا أحزان. يا ريت نعيش في سلام، يا ريت نعيش في سلام، يا ريت نعيش في سلام، يا ريت نعيش في سلام. نورة، خلينا نتكلموا على يعني الأطفال اللي هم نازحين من مناطق الاشتباكات. بحكم متابعتك وعملك في برامج في أكثر من برنامج، يعني في قناة سلام، لربما أنت من الناس اللي رصدت العديد والعديد من الحالات ووضع الأطفال النازحين من مناطق الحروب بشكل عام. كان في فيديو اشتغلنا عليه في برنامج شارك، وأعتقد أكثر من برنامج في القناة تناوله، فيديو الطفل اللي في السيارة وأهله يقولوا له أنت ليش زعلان، هو يبكي ويقول لهم أنا ما نبيش نسيب حوشنا، وهو يعاود يرد يقول لهم هلا، يقولوا له الله غالب نحن مضطرين، هو يقول لهم لا أنا نبي نموت. خلينا نشوفوا الفيديو يا نورة، بالصفة طلع محضرين الشباب. خيرك عزيز؟ مني عزيز طبعا لولا. علاش؟ ولدي الله غالب نطلع خير من نموت، تبي نقعد ونموت نطلع عادي، رزقي ولي عادي ولدي مطايق. لاش نقعد نموت يقتلون؟ لا لا ولدي، كل الرزق الرد عادي تقريبا. هذا من أصعب الفيديوهات اللي شفناها نحن كصحفيين أو اشتغلنا ومروا علينا، يعني للأسف هالأطفال سرقت طفولتهم، للأسف الشديد الطفولة سرقت منهم. يعني هم مفروض حاليا في مرحلة هم يتعلموا، هم يتعرفوا على العالم، هم يشوفوا شن فيه، هم يشوفوا شن الحياة حتقدم لهم، هم في مدارسهم في منازلهم. يعني نحن قاعدين نشوف انه هو يحكي على موت، يحكي على حوش مش حوشة، يحكي على انتقالة، يحكي على اشياء يعني نحن الكبار ما نتحملوهنش، يا بالك هم الاطفال يعني. وقاعدة مفيش انسانية، وقاعد الحرب قائم. انا للاسف لما توصل ان الطفل يتمنى يموت في حوشة، فهذا يعكس انه مؤشر. علاش اعتقد كبير. محمد للاسف انا نشوف الان حتى في مشاكل صارت من حكم احتكاكنا بالاخبار، وان نحاولوا كيف نرصدوا معاناة الناس في شبكة سلام من خلال برنامج مواطن نيوز وكلام الناس كذلك. للاسف في فئة منا احنا في ليبيا ما يحترمش الوضع الخاص اللي فيه هذا الطفل، يعامل فيه كأنه حتى في المدارس لما انتقلوا الله غالب صار فيه نزوح وهجرة، انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى، بيضطروا أنهم يقروا فيها ويديروا يتعرفوا على كيانات وأصدقاء جدد ومعلمين جدد، يعاملوا فيهم بشكل أعتقد لا يرتقي
انك انت تعامل فيه طفل, طفل يعاني كانه في وضع يعامل فيه كانه هو في وضع طبيعي, بينما الطفل متعود على بيته على العابه على سريره من اول مولده هو عمره ساعات محيطة. ويكبر بشويه تعود على محيطه, هذا مجتمع متاعي, هذا الكيان متاعي. فلما انت تهجر منه قصرا فاعتقد والله صدمه ما بعدها صدمه, اعتقد على مدار سنين باش يقدر يتغلب عليها. يدوروا وين يسكنوا باش ياجروا, والمستاجر ما شاء الله يقول لهم ست شهور مقدم, هذه مش كارثه في حدها. وين الانسانيه؟ انا فهمت شنو يحسوا هم الناس, عندهم احاسيس يحسوا. هذا منتهى الاستغلال محمد, قصدي كيف استغلال في وقت حرب, في اطفال يموتوا, في اطفال يتهجروا, في عزايز يموتوا ويتهجروا ويمرضوا. هذا ما محمد, بغض النظر على موضوع الحرب, الطفل اصلا احنا عندنا في مجتمعنا في ليبيا يعاني بكل المقاييس من قبل. طبعا من قبل صح, في التعليم, في الصحه, في كل شيء. ابسط شيء في التعليم, البنية التحتية بتاعنا احنا في مفات, في صور وفيديوهات نزلوا صغار ماشيين لمدرسة, فهمتوا, والمية واصلة القريب لا بطنهم, ماشيين للمدرسة ومروحين. يعني قصدي شين الجيل اللي عابي عليه تطلع انت, يعني شين العلم اللي بتقريهوه لو بتصبه في دماغه باش يطلع لك دكتور مهندس؟ مستحيل انت هكي تطلع في جيل مشوه فكريا وجسديا. الزوز معلم يا اخي, فهمتوا, لا في حاجة في دماغه باش يعطيها ويفيد بها المجتمع, لعنده جسم اصلا باش يقاوم به. ممكن كان كتر وصل ل 30 35 تبدا عليه الامراض اللي حتى اللي مش باهيه بكل. فيعاني الطفل من يوم يعاني رفي المجتمعنا. طيب استاذ خدوش, خلينا نتكلم على كيف الاسره المفترض تتعامل مع الطفل في ظروف زي هالظروف. شنو المطلوب من الاب والام باش ينقوا بطفلهم او يبعدوه عن ظروف الحرب هذه اللي عايشينها؟ أكيد كل أم وأب يعني حاسين بالموضوع, هم اللي حاسين أكثر, وكل لحظة هم مع أطفالهم. ففي ناس يعني بتحاول تبسط يعني الموضوع, وفي أم وأب مش قادرين مثلا من أن الطفل متأثر جدا أو تعب نفسيا. يعني نعرف عائلة يعني عندها زوز بنات سافروا بيهم لتونس باش يغيروا لهم جوهم, لأن خلاص ما عادش قدروا يقعدوا يعني في نفس المكان, وبعدين طلعوا من بيتهم. فكل يعني يجب أن الأم والأب أن هي تطبطب على الصغار. اللي ما يقدرش يسافر, اللي ما يقدرش يبعد بعيد, أنا نحكي لك حالة زي هذه, لأن يعني لا, لأن هذا خلاص يعني الأطفال خلاص تعبوا نفسيا, يعني لازم يطلعوا ياخذوا راحة أسبوع ثلاثة أيام على حسب كل واحد وظروفه يعني. فلا الموضوع راه مش سهل يعني الحقيقة, يعني مدمر يعني لنفسية الطفل بشكل كبير. والله يكون في العون الأم والأب, يعني فعلا بيتحملوا أشياء كبيرة يعني, وهم متحملين وضغطين على نفسهم على فكرة, هم حتى قدام صغارهم ما يبوش يتألموا أو ما يبوش يوروهم يعني. طيب خلونا نشوفوا هالفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لأب سوري كيف تعامل مع طفلة أو طفلته في فترة الحرب, وشن هي الطريقة اللي اختارها باش يخفف وطأة الحرب على الطفل. في طيارة اللي هي قذيفي؟ قذيفي؟ إيه على كرسي جديد من الحرب. طلعت كيف يضحك ماو؟ قذيفي كيف يضحك؟ تحية لي يعني فعلا يعني يحاول ان هو يفوت عليها ويحاول على فكرة القذيفة حقيقية طبعا يعني, يعني جرعة تخدير يعطي فيها في جرعة تخدير باش تنسى الوضع, باش تنسى وتحب الموضوع. هذه الحصيلة اللي قلناها واللي اتكلمنا فيها, معناها نحن أمام كارثة حقيقية تحتاج منا إلى عقول وإلى وقفة تأملية لدراسة هذه, ولا نحن خاشين في حيط يعني بالشعب هيك زي احنا كمجتمع يعني كمجتمع أمام كارثة كبيرة جدا جدا, وأمام أطفال سيكونوا مشوهين وسيكونوا معاقين وسيكونوا متخلفين أيضا ذهنيا, وحيكونوا وكذا, وضمية حيقودوا البلد بعد فترة يعني. ما يعني نحن أمام مشكلة مستعصية جدا جدا. برأيك وتحتاج مننا أستاذ فتحي, هل يعني تكون أول خطوة هو الصلح, رسالة سلام, يكون أول الحلول لمشاكل الطفل اللي احنا لربما عرضنا جزء منها قبل شوي؟ يا ريت, ونحن لولا ما كناش في قناة سلام ما كناش نقدر ممكن نتكلم على هالمواضيع الحساسة هذه. احنا مهمة قناة سلام
هي نشر السلام ونشر المصالحة وإبداء الرأي في موضوع أخذ الرأي الآخر والتسامح معاه ومد الود ومد الحب وجسور المحبة. يعني هذا شيء ضروري منا ولازم نجوه لأنه هو هذا الطريق الصحيح وهو هذا الطريق المضبوط. في نقطة حابة نقولها أنا طبعا أسفة ممكن ما تتفقوش معي بس أنا حسب خبرتي بمجتمعنا إن إحنا مجتمع مش عاطفي ومجتمع الأسرة هي قوية بس العاطفة أيوة يعني emotions والفيلينجز إحنا ما نوروش في الحب لما نشوف أنا مثلا في أمهات صاحباتي في جيراننا تو حتى حاليا أنا عن طريق السوشيال ميديا في ناس تكلموا معاي إن ما فيش هذاك أنا نحبك ولا أنت كويسة مثلا الأم تسأل بنتها ولا تسأل ولدها شن أخبارك شن صاير فيك هي الحكنة ايوه الحكنة المعنوية مثلا في أوروبا أنا نشبه في صحباتي في لندن كل أمهاتهم طول الوقت أنت كويسة حتى كيف تحسي أنت زعلانة شن حسيتي مثلا ماما قاعد مزيد مني وياها ما يقوليش شن حسيتي قولي بقى مش لازم أزعلي خلاص فوتي تحسي إن يعني ما تحسيش إن في عندنا محبة قدرة على إظهار المشاعر قدرة على إظهار المشاعر قدرة على إظهار المشاعر نحن نظهر المشاعر على بعض يعني المحبة هذه إحنا كشعب نحب بعض بدليل إن لما نلقوا حد في مشكلة برا بلادنا طول إحنا نوقف معاه ونساعدوه ونحاوله بس نحكي الداخل يعني في الحوش ما فيش مثلا هالخوت كي متماسكين مع بعض داخل البنت والولد لا داخل بيت الاسره اصبح متشتت ايوه هذا اللي قصدي عليه عنده جهاز بيكلم في الاخر بالنت ويكلم في الاخر بالفيس ماتت المشاعر هذه اللي انت ممكن تحسها وتقولها ويحسها منك الاخر اصبحت ما لهاش لازمه يعني اصبح كلها هيا عشاكواتي ينزل كنت بيتعشى هيا وين ماشي هيا تعالى من هنا مثلا يعني كلم ثاني يعني إني لحد الآن فماتت مشاعر وماتت أحاسيس كثيرة جدا في الناس يعني لحد الآن أمي قاعدة نرقد بجنبها لما نبدأ معها نرقد بجنبها كل يوم ونهدرز وكلها بس في كثير من صحابي يقولوا لي إحنا ما عندناش الحاجة هذه مع أمالينا مش معناها أنهم ما يحبوهمش لا بس قصدي الإظهار المشاعر وإنه يتأكدوا من نفسية صغارهم الأحاسيس احنا عندنا زي كان الأحاسيس عيب زي كان لو الأخت دوت مع أخوها وحكت له هو عيب العيب هدايا كان الراجل قال لي مرته أيوة أنا أحبك عيب قدام صغاره عيب تحس إن حب عائلات ليبية اللي نسوين يأكلوا في مكان والرجال يأكلوا في مكان يعني مش هذا القصدي عليه وصلت بها تكلمت أنا مع الأستاذ فتحي على أن هل ممكن تكون الخطوة الأولى لحل مشكلة الطفل اللي اليوم شفنا بعض الحالات منها الاتجاه نحو مصالحة حقيقية الاتجاه نحو خلق حالة سلم مجتمعي بيئة صالحة لأن ينشأ فيها الطفل بالتأكيد محمد أنت لمست كبد الحقيقة للأمانة يعني إحنا لو نبوا نحسنوا من مستوى الطفل أو حتى كل شرائح المجتمع في ليبيا تعاني لا سيما الطفل يعني ما بالك إلا الطفل فأعتقد إحنا لو ما توجهناش على المصالحة وقعمزنا مع بعض على خاطر صغاري وصغارك كلنا عندنا صغار اللي ما عنداش شي عنده صغار خوه اللي ما عنداش صغار خوه عنده صغار أخته باش إحنا نحاول نحلوا هذه المشكلة وبما إن المشكلة وقعت للأسف وقعت المشكلة فأعتقد في حلول بديلة لازم تقام لعندما تنحل المشكلة الكبرى واللي هي سامحني شوية واصف إن هي في مؤسسات مجتمع مدني هذه خدمتها في إدارات هذه خدمتها أعتقد لازم تستهدف هذه الشرائح بشكل كبير رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية النشاط المدرسي ضف على ذلك المنظمات متاع المجتمع المدني لازم إن هي تحاول تأهل الأطفال تدير لهم برامج مرات والله الأب والأم في ظل هالحياة والجري ولا لقمة العيش راهو مرات حتى يبدأ بالهم والله معاش مع الأطفال يبدأ بالهم في حاجات كبيرة ما يقدرش يقدم يشوف ولده تعبان قدامه ما يقدرش يقدم له حاجة كبيرة لكن في مؤسسات مختصة لازم تهتم بجانب الأطفال توعيهم ترفه عليهم تعطيهم دروس نشاطات باش على الأقل تخفف من حدة الألم اللي هم يمروا صراحة أنا يا بهاء ما نوافقش معك واجد لما تقول لي الأب والأم مشغولين أو انشغلوا
انت اذا ليش جبت اطفال؟ ليش تحملت مسؤوليه خيار انك تنجب طفل طالما انت فعلا لا 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 مش قادر تحمي لا 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 اوقات ما نحكيش على 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 مثلا انك انت جبت مثلا طفل او طفلين او اكثر وخليت رعايتهم او تخليت عن المسؤوليه، نحكي مرات الظرف القاهر اللي حطك فيه والظروف الحاليه. انت مرات قدرتك كاب او ام بمستوى تعليمي معين ما تقدرش تواكب هالصراعات اللي تمر بها البلاد، ومرات بدون قصد تهمل جانب انك انت تطلع اطفالك من 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 هذه المحنه اللي يمروا بها يعني بدون قصد. عموما ما نبوش نبتعدوا عن الموضوع، نسالنا الناس في الشارع لما نتكلموا عن الخطوات الاولى لحل هالمشكله، احنا بنطرحوا القضية ونحاولوا نطرحوا حلول وإن شاء الله نوصلوا للحالة اللي احنا نتمناها، أعتقد أغلب الليبيين أو كل الليبيين يبوا يصلوا لها. سألنا الناس في الشارع كيف بتكون المصالحة في بلادنا، خلونا نشوفه. الوعي الثقافي يا أخوي غزي ما نحس فيه إنه معدوم من الشارع بصفة عامة، يعني ما فيش وعي ثقافي، يعني خلاص هذا من الشرق، خلاص هذا من الشرق، معاش انا معاش نتقبله بكل، لا بالعكس ما نقولش هذا من الشرق وما نقولش هذا من الغرب وما نقولش هذا من الجنوب، لا انا ليبي، وزي ما قال الشاعر صلاح عبيد نعتز بهويتي كون اني ليبي. الامور التي تنقص لاجل ان يكون هناك مصالحه حقيقيه، العداله الانتقاليه ضروري ان تطبق، محاسبه المرتكبي الجرائم الكبرى بالتاكيد او من حرضوا على الجرائم والقتل او رؤساء الناس اللي كان لهم السبب في هذه الحروب يجب ان يتم محاسبتهم. بعد ذلك ان شاء الله نقولوا يتناسى الليبيون خلافاتهم، كل ما فيه من جهه شرقيه تنازل ومن جهه غربيه تنازل، وبإذن الله بعدها كلها تسرح إن شاء الله تمشي الأمور. أنت كليبي تنسى شي فيه ضدك وشي عنده هذا اللي معاك مقابلك شي يبي وشي ما يبيش تنساه، وانا ننسى وإن شاء الله بإذن الله ربك ما رأي إلا الخير للبلاد كلها. يجب يكون في مودة وفي حنية وفي رابطة قوية يكون بين الناس وبين كل كلمة طيبة، ما فيش داعي الكلام هذا نسمع فيه والحاجات هذه، المفروض نكون في كل عندنا أخلاق راقية، نكون متعلمين نحب بعضنا، نقولوا الكلمة الطيبة، نحن على بعضنا، مش لا لا انت منين انت غرباء وانت شرقاء وانت مش عارف شنو طلب السلطة مصراتي، غلط الكلام هذا، الإسلام ما قالش فيه الكلام هذا. طبعا ان نبعدوا على العنصرية والجهوية والقبلية، وان مثلا يعني الناس تتقبل بعضها، يعني الشرقاوي يتقبل الغرباوي والغرباوي يتقبل الجنوب من الجنوب، ونتقبلوا بعضنا ونكونوا يد واحدة مع بعضنا باش نبنوا بلادنا ونقوموا ببلادنا، وان شاء الله يا ربي يعم الامن والامان وربي يفرج على بلادنا يا رب. اول شيء الامن، الامن ورفع الغطاء الاجتماعي، لان اللي مودرنا احنا في المنطقه الجنوبيه عامه مش سبها بس، المنطقه الجنوبيه عامه الغطاء الاجتماعي والقبلي ناقصتنا الثقافه، ضروري نكونوا عندنا ثقافه كويسه ونحاول العنصرية بس من قلوبنا ونفك الغل اللي في قلوبنا، قلوبنا نظيفة راه ليبيين وعارفين ان قلوبنا نظيفة، والله ما في واحد يزيد على الثاني بك، قصدي سياسة والله دمرتها ناس برق ما شاء الله شباب، وإذا يبي يقرأ وإذا عنده طموح يبي يلعب كورة، وانا عندي نلعب كورة وإذا يلعب كورة وإذا يلعب كورة، في اللي طموحه يمشي قراية وفي اللي كورة، قصدي والله دمرتها سياسيين لخبطوها. أول حاجة الحوار المحلي، حوار داخلي برا، وعزل السياسة عن الأمور الاجتماعية، ترميم النسيج الاجتماعي، إصلاح الوضع الاجتماعي، وبعدين النظر لسبل التوافق السياسي. قصدي ماذا بيها قصدي تبعد عن الحروب وتصير ثقافة أحسن من اللي صاير توا. أيوة قصدي منها يقروا قصدي يكونوا خير من الدول الثانية. بذكر اسم الله وبعدها تحط قانون في الدولة، بعدها تكون الجيش وترجع الشرطة لخدمتها الأولى، وإن شاء الله بعدين يشوضوا فيها الشيوخ، شيوخنا الكبار طبعا اللي مستحيل نستغنوا عنهم، هم اللي يقوموا بالصلاح إن شاء الله. أعتقد أن قليل من الوعي لما الشباب يعرفوا أن هم في النهاية المستفيد الأكبر هو من يحكم ومن يقود هذه المعركة، ونشوف فيها للأسف هنا في كل معركة الشباب للأسف جدا يريح ضحية، وفي النهاية اللي على السلطة هم يتصالحوا، هم اللي يعني المستفيدين، المستفيد الأكبر هم اللي هم الناس اللي على السلطة. شكرا
شفنا دعوات المواطنين اللي أجرت أو أجرى مراسل سلام لقاءاته معهم وسألهم حول موضوع المصالحة في 30 ثانية. أستاذ فتحي حناخذ من كل ضيف من الضيوف تعليق على موضوع المصالحة، تفضل. المصالحة هي الطريق السليم والحقيقي للوصول إلى الصلح وإلى نهاية هذه المشاكل. نورة، المصالحة لن تتم إلا إذا كان كل أم وأب أبنائهم متورطين في اللي قاعد يصير في ليبيا، دعوهم إن هم يتركوا اللي قاعد يصير، يتركوا السلاح، يتركوا المعارك، يتركوا الحروب، ومن ثم يتوجهوا للجلوس على طاولة واحدة. أدعو كل شخص يعرف جار، قريب، صديق، ابن متورط في كل المشاكل اللي صايرة في ليبيا إن ينصح بالعودة، والصلح خير، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. أستاذ حدودة، أنا نقول حبوا ليبيا أكثر، لأن بالمصالحة يعني حتكون في حاجات حلوة جدا لينا كشعب ليبي طيب، وكشعب عشنا سنين وأيام حلوة ونعرف طيبة ورقي الشعب الليبي، فنقول ربي يجعل هذا البلد آمن وحنحبه بعض، لأن ليبيا حلوة محتاجنا لحبنا الكبير وإيد واحدة. تحية لكل الشعب الليبي. المصالحة شيء أساسي ومطلوب جدا، بس بنقول إنه ما يحسش بالنار إلا اللي عافس فيها. يعني شو نقوله للناس اللي أطفالهم البرة، فهمت، وهمتهم مصالحهم ومشاريعهم في ليبيا؟ يعني هم صغارهم برا يقروا ومتعلمين وجوهم مليح والناس تعاني. يعني في الأخير نقولهم مهما مشيت مهما ابتعدت على ليبيا، بلادك بلادك. طبعا أريد عدم تقبل اختلافاتنا ليس مش حيكون في وجود للمصالحة. عدم تقبل غيرنا، وجود المصطلحات، هذا شرقاوي وهذا سبهاوي وهذا غرباوي وهذا شبحشيني، هذا عمره ما كان موجود في ليبيا. احنا كنا ليبيين بشرقنا بغربنا بشمالنا بجنوبنا، حبوا بعضكم وبطلوا كره وما عادش سبوا بعضكم، لان احنا نحمل جنسيه واحده وهي الجنسيه الليبيه وليست الجنسيه الشماليه والشرقيه والغربيه. وهكذا مشاهدينا دائما هو شعارنا في شبكة سلام وفي قناة سلام، وشعارنا في كل برامجنا عبر هذه الشاشة، وهو الصلح يجمعنا. ما زلنا مستمرين معاكم في يدوي ليبي، فاصل وراجعين. رجعناكم من جديد في إدوي ليبي، وصلنا لفقرة ألعب واضحك، وحنبدوها بفقرة أو بلعبة السماعات. لعبة السماعات مشاهدينا الكرام لعبناها في الحلقات اللي فاتوا، واحد من كل فريق حيحط السماعات على ودنا وأكيد مش حيقدر يسمع شيء، وحيطلع شخص تاني من نفس الفريق ويقعد يسميله في كلمات ويحاول اللي لابس السماعات انه هو يتعرف على الكلمات. واصف تكون معانا هنايا، جيبوا لنا السماعات. مين بيلبس السماعات؟ لا خلي واصف. ايش حتلبس السماعات؟ لا 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 مش عايزين انت الفضايح دي يعني. يلا الأريش اعطيها الأريش، لكن انت بعيد علي مش اشوفك انا. حيوقف في مكاني. شنو ما كنتيش تشوف فيه من بدايه الحلقه؟ لا قصدي هو بعيد مشان نظبط كلامه. لا حتظبطيه شو لك الاغاني حلوه. من قال لك اغاني؟ من توا ايدين ما فيش ايدين. هلا نغشوا تعال. بنقعد في مكانك. واصل هاي بقى
قز ما فيش يدين من توا يا هوني يا لا 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 خدوجه ما فيش حد طبعا من توا باش نتفقوا ما فيش حد من الفريق حيتكلم ما فيش حركه يدين تمام ايه بينها بينها لا 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 بينها وبين واصف فقط ركزي على النطق اوكي هاي هي حطي خليك هنا ركزي هنا معايا يلا ولعنا الموسيقى يا عمر يلا يلا نبدا زحمه سامح زحمه زحمه سامح سماء سماء زحمه سماح سماح زحمه زحمه زحمة ز ز ز ستار ز س ز دال ز نفس الكلمه اللي بعدها شويه يلا بسرعه بسرعه زحمه زلمة زحمة خلاص يلا نمشي الكلمة اللي بعد أبلا خدوجة طابور طابور يس يا طبرق جمهور طبرق جمهور طبرق طبرق جمعة طبرق طبرق طا 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 صاد طا دا طا طا طب رق طم طب طم طم طمور طب طم طم طب 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 رق رق طب طب رق طبش طب رق طب رق خلاص اللي بعدها يلا ايش الكلمة اللي بعدها مدرسة مدرسة صعبت عليها مدرسة امتحان مدرسة سايفة تون مدرسة مدرسة مد بطاط لا 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 استنى خدوجة لا 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 مدرسة لا شاعر بوكنسام بوكنسام ميم 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 دا ميم دا دال را يا را 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 عودها عودها قولها ترى قولها مدرسة مدرسة يس يلا جبل جمل نافوسة ناموسة نافوسة جاموسة نافوسة جاسوسة جبل ناموسة جاموسة نافوسة جبل جا جبل جميل وروح على جبل جميلة جبل جاموسة جبل 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 جمل جميل جبل جميل جمال جبل جمال جمال جبل لا 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 شوفي هنا جا جا با ما با ما با 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 جبل جبل يس يس اوكي 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 لا 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 نفوسة جبل نفوسة يس كملها ثلاث كلمات يلا هشوفوا ثلاث كلمات ثلاث كلمات من خمس كلمات يلا نمشوا للفريق الثاني نورة تحطي السماعات لا خلي بهاء لا لا لا, لا لا انت تو اللي بتحطي لا السماعات لا لا احنا نبو بهاء انت تبو بهاء اي احنا نبو بهاء هاي يا سيدي برا قداش تبو النتيجه قداش تبوها النتيجه يلا اكتساح لا هذا ساعات الفريق الثاني قولي شيء تو قولي كلمه اوكي شوب باك شوب شوب شب شب شوب باك شوب باك عيد 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 مزهرية مز مز بطارية لا 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 مز هرية
مز مسألة مز عاودينها عاودينها تفقد بالضحك نورة حرام عليك عاد هيا وقف قولي لي بالحرف قولي لي بالحرف يا نزار عاد اعطيناك ما ز سين ز هرية مز هرية ثلاث كلمات يلا لا يلا يلا إجازة إجازة عشاشة إشاشة إجازة هشاشة إجا جا زا إجازة 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 أربعة قلبيكم يلا أربعة يلا 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 بس بوسة بس بس بوسة بس بوسة هذا ما يسمعش ما يشوف تجيب ذبح يا يلا لماذا ذبح يا سيدي لا لا يا خليك كلمة الأخيرة يلا الأخيرة سوسة 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 برافو المشكلة هو السماعات على ودنا يعني ما يسمعش لكن ما يشوفش قريب ضربتني ثلاث مرات انت فولدي لا معلش حتى واحد بي طبعا لفريق الاستاذ فتحي اللعبة الجاية اللي هي طلع الاسم تربع طبعا مشاهدينا اللعبة هذه لعبناها فيما سبق طلع الاسم تربح هيوقف واحد من كل فريق هنايا وحتطلع صورة في الشاشة من واجب الاثنين اللي معاه في نفس الفريق بالحركات يصفونا الشي اللي موجود على الشاشة هو يعرفه وتدور العملية في مدة دقيقتين يحاول كل واحد يعرف أكبر قدر من الصور فضل فريق سفر بها بها تعال تعال شوي بسم الله يلا شوف الصورة الأولى أكو ورقبة طويلة زرافة
يعوم. طير طويل ورقبته طويل ورزقك الله. انت جبت كل المواصفات ما جبتش اسم الطير. زرافة. لا رجليه. ريش النعام. يلا نمشي الصورة اللي بعدها. هاي اللي بعدها. بعدها تشربوا بسرعة 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 بسرعة. نعامة نعامة نسيتها. هي هذي أستاذ فتحي قرب جاي شوية على الكاميرا. يلا شوف الصورة اللي بعد. يحفر بعضة. يس. يلا شوفوا اللي بعد. كتكوت. دجاجة. تمساح. يونجز. كنجر. فار. ضفدع. ضفدع. يلا اثنين. يلا شوف صورة اللي بعد. دمعك ما جاب. بشار. يلا سلام عليك. يلا بنودرك بكره. شوف الصورة اللي بعدها. مش عارف إذا كان الوقت قريب يكمل أو لا. فكرونا مايكرو جبتوسة. يلا يلا جمهورنا نسكوا بالله. أربع صور. شوف آخر صورة. تعالي نور. ما زال في صورة. إيه آخر صورة. يلا تكييف. يلا شوف اول صورة. لا 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 صوت 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 صوت. كل خديش والله يا رب خديش حسن خدوجة 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 موزة. يلا شوف الصورة اللي بعدها. حصان. فارس. مضبوط 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 مضبوط. بس كلام لا هريس. يلا شوف الصورة اللي بعدها. غراب غراب. نسر نسر. يلا شوف الصورة اللي بعدها. موبايل. بيجي فلوس. بنك. ماكينة بتاع فلوس. كارت. فيزا. كارت. أمك لا يا ريت. الآلة بتاع الفلوس. إيه؟ لا لا مازال مازال. ذهب. كاسة. يس.
السباح. صوت لا. أسد. تمساح. خلاص اعتقد ان صور هذه اخر صوره. يلا ألف حسنة. خلاص سمينا اخر تفوق واضح لفريق الأستاذة خدوجة في اللعبة هذه. غير لحظة تعادل هو، أنتوا تفوقتوا في لعبة السماعة جاوبتوها بالكامل، هم ما غلطوش في ولا صورة، أنتوا غلطتوا في صورة وما جاوبوا عليه. ست صور في دقيقتين تقريبا. نمشوا لثاني لعبة أو ثالث لعبة اليوم معانا، تضحك تخسر. غيروا مشاعري مستحيلي طلعت من عقلي لكن نفس ما ثبت. لعبة تضحك تخسر مشاهدينا، كل فريق عنده مجموعة من النكت، حيقول النكت اللي عنده، ولو واحد من الفريق الثاني ضحك فهو يعتبر خاسر. كل لاعب في كل فريق حيقول نكتة. نبدأ بك استاذة خديجة. واحد اتصل بجوزته وقال لها أنا ربحت المليون جهزي شنطك بسرعة. قالت له بهي نرفع معايا حوايج الصيف ولا حوايج الشتاء. قالها أرفعي معاك اللي تبي، المهم ما نشوفش وجهك لما نرجع للحوش. رأيت الراجل لما يكتر فلوسه يلا مرته ويضيق حوشه. انا عندي نكته. هيا واصف نقول النكته اللي بعد. شمه يعني؟ لا انت. اوكي. يا سيدي واحد مشي في الطريق وعنده بيجو، جاء واحد عنده ماكسيما، مشي قال له شنو رايك نديروا افاري؟ قال له صاحب الماكسيما تيش انت حسابني خروف مبدلك ماكسيما ببيجو؟ قال له صاحب البيجو هذه فيها سر، امشي يضرب على الكوفني. امشي يضرب على الكوفني، اطلع مارد قال له برا جيب شاي وكاكاوية. مشي صاحب الماكسيما مفرح، بدلوا لي بعضهم. روح صاحب الماكسيما بالبيجو قال لأهله، قالوا لأهله يا مهبول بدل الماكسيما ببيجو؟ قال لهم هذه فيها سر مش عادي. ضرب على الكوفني، جاه المارد قال له جيب لي زوز ليبو واحدة ماكسيما. قال المارد آسف أنا اختصاصي شاي ولوز بس. ماشي يلا يا ريش. مش قلنا لك مش اختصاصي لا ضروري اجباري خلينا نطلع الخفة الدم اللي يلا يلا واحد يدرس مع خطيبته قال انا مش غني ولا عندي مرسيدس ولا مزرعه ولاني زي عاطف بس انا نموت فيك ونحبك. مش خطيبتي قلت له واحد تاني نحبك ونموت فيك بقلبي بعد ربعي انت لك نحكي لها العاطف. مبتسم مبتسم هاجد قعميزته من بكري صار هاجد قعميزته من بكري. يلا استاذ فتحي انا اصلا ما اسمعش فيها شندوق انا السطر الاخير رب مع الصوت قبل ما يبدا استاذ فتحي انا عندي هي هي الصوت كان ما سمعتش عقاب هذيك قال تبيها درس لها العاطف اكثر مره في واحد مره في واحد سراق بيخش الحوش ناس يسرق. خلي شوي نقول كلمة بس للفريق، تفكروا اللي عنده نكتة هيك من عنده يبي يقولها حطها على جنب. يلا نورة. مرة واحد يبي يخش يسرق حوش سراق، يستنى في الراجل والمراه أصحاب الحوش يستنى فيهم يخشوا يرقدوا إلا يخشوا يرقدوا إلا يخشوا يرقدوا إلا يخشوا يرقدوا ما بوش يرقدوا. قال خلاص أنا هتوكل على الله ونخش ونقتلهم ونسرق الحوش واللي صار صار. خش لقام قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، مسك المسدس بحت في المرأة قال لها انت شنو اسمك؟ قالت له اسمي سدينا.
قالها مش حنقد لك عشان اسمك على اسم امي. مشى بعدها بحث في الرحجل قال له وانت شنو اسمك؟ قال له اسمي محمد بس يدلعوا فيا سدينا. يلا حلوة غريبة ما تحكلوش غريبة انا اعطيهم واحدة قبل قول انت قول انت اليابانية يا جماعة في واحد ندل فوق مما تتصور قاعد في غرفة الانعاش في غرفة العناية يبي يوصي ولاده شن قال لهم؟ قال لهم يا ولادي انا عشت حياتي كلها ندل ما فيش حد غلبني نبيكم تكونوا اندل مني شن داروا؟ شوف وصلوا عليه الطوب والانعاش لعبتكم حق ما تضحكوش هو اللي بنعمله في الناس حيجي علينا ولا ايه؟ حتى جمهوري ما ضحكش حتى جمهوري ما ضحكش كان في واحدة يابانية كان في واحدة يابانية مشيت للعمل وخلت ولدها عند جارتها الليبية شيل ولدك عادي يعيط 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 ما عرفتش هي كيف تسكتها قالت له داو سوري جي في سي أمك عند التوجي مش مشكلة نفترض جدلا ان هي نكتة تفضلي استاذة خدوش قول نكتة قولي نكتة هاي خلينا نضحك صراحة حكي قوي اللي ضحكنا قال لك ها قال لك مرة في ثلاثة أغبياء يلعبوا في السريع اللي تضرب سيارة مرتين يطلع أنا ما بدري وأنا بتسمع على فكرة نسيت إن الفقرة بدأت والله إحنا على قدنا في النساء ولا لا لا بعد حسبت يلا هذه خسارة واحدة أيوة قال لك يا سيدي بن سيد مرة واحد جاء فلوس هذه على خاطر جماعة الإعداد جاء واحد فلوس فهمتوا الفلوس هذا بتاع مشاكل الفلوس هذا مولاه حطه مع فروج نتف له ريشة نحاه وحطه معاه أكرمكم الله كلب نتف له وبره شيء وما يحطه مع حيوان ثاني يدير له مشاكل فالفلوس هو قال أنا فكني من سوا خداه ورفع بعيد حطه في الصحراء تمامه خلاه في الصحراء وروح اليوم الأول ثاني يوم ثالث يوم يا ودي فاتوا خمس أيام والراجل وجع خاطره قال معقول أنا تو درت حاجة هيك أكيد تو الفلوس جعان وميت بالعطش وقصة واحد فمشي الصحراء فجاء منتهي لقى الفلوس منتهي خلاص فجاه كيف قام هيك تقال له ليها عليك يا راجل ليها عليك انا كنت مداير واحد طربيقه لي صقر من شد صقر قال امس لا ما قلتهاش امس ولا ما قلتها هذه اقوى من النكته نفسها يا اريد والله ما قلتها والله ما قلتها يلا اريد عندك ما عندكش نكتة من عندك هيك مش ما عندي بحبهمش انا كنت من يوم يومي يقعمزوا اخوتي وكلهم يقولوا كنت يقعدوا يضحكوا الدنيا كلها وتطيحوا طبوا الكاس ولا ما يا اعطينا ما كتب الله يا قال لك مره واحد غبي هو غبي مراسه مسكر طلع في الشارع راي واحد قال له حي علي وينك يا راجل كنتش لينا متلاقينا انت عليك قال له انا مش علي قال له حتى اسمك غيرته احنا رابحين احنا رابحين شدوا روحكم بس يلا غبي ما سمعتهاش النكته اللي قبل شوي غبي ايه صايم اتصل على اذاعه ليبيا اف ام قالوا لي عشان تحب تسمع قال لهم نحب نسمع مقطع من اذان يا عيني يا عيني نفتح يلا بقى هاتوا جديد هاتوا جديد شنو مرة واحدة جديد انت العودة القديمة سهلة ما قالهاش انت غلطة ما قالهاش امس والله ما قلتها بهي هي يلا يلا بقى يلا
مرة ثلاثة سافروا لبريطانيا. هي على بريطانيا. بعد ما رجعوا واحد اثنين. لا مشوا واحد اثنين ثلاثة ردوا 1 2 3. فشلتها من الاول. هذه والله لا تبي نطلعوا فاصلة. يلا مشاهدينا نطلعوا فاصلة وراجعين. نطلع فاصلة. مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين معاكم في العب واضحك وهالمره حنمشوا للعبه السله. طبعا مشاهدينا لعبه السله لعبة السلة من كل فريق حيطلع لاعب لكل فريق عنده 5 تسديدات حنحسبه من اللي سجل أكثر في السلة وحنحسبه له نقطة بعد انتهاء 10 تسديدات اللي هم 5 لكل فريق. تفضل وصف معي، تفضل بهاء معي. معنويات معنويات أطلع سقع هي 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 يلا شجعوا فريقكم يا جمهور يلا. واحدة واحدة بها لازم تسجل. رابع تسديدة لبها. يلا التسديدة الخامسة تعادلت يا خسرت. يلا رابع التسديدة الرابعة. يلا التسديدة الأخيرة. يلا بهاء بهاء لو سجلتها حتربح ولو ما سجلتهاش أنتم متعادلين 2-2. نزيدوكم واحدة واحدة. يلا يلا ألعب واصف واحدة بواحدة تو. يلا كملنا لعبة السلة، نمشوا لفقرة جري. طبعا مشاهدينا الكرام لعبة جري ولا مش جري، حنقولوا معلومة إذا كانت جري أو معلومة غير صحيحة فكل واحد يجب أن يرفع العلامة الخضراء، وإذا كانت المعلومة صحيحة ومش جري نرفع العلامة الحمراء. خلينا نشوفوا أول معلومة
مصباح يبقى مضاء لمدة 115 سنة بشكل متواصل. مصباح يبقى مضاء لمدة 115 سنة بشكل متواصل. مستحيل تكون حقيقة. يلا يلا نرفع اللوحات هاي. يا نورة يا نورة النقاش يكون في العلن في العلن. جارية ولا مش جارية؟ لا مش في العلن. بالضبط. هي عطلت وراحت. جارية ولا مش جارية؟ نبو شفافية يا أستاذ فتحي. لا شفافية على قلبي. شفافية جد غير فادي. يعني كلكم متفقين أنه هو مش جارية. يا جماعة راه مش شوية 115 سنة، بعتلي ركزوا في الجملة كويس. مصباح يبقى مضاء لمدة 115 سنة بشكل متواصل. لا يجاوب إنه قول لنا. جميل جدا. المصباح هذا تكلم عليه الشقيري برنامج بتاع خواطر، وهو في مكان في مطافي أو حاجة زي هذه، كان فيه في مبنى في مطافي، عرفت لامبا دوي عليها، قال هي راهو ليها عمرها مش عارف فوق ال 100 ومش عارف قد ايش. مصباح هذا نعرفه صح؟ أيوه. أنا متأكد جدا. أنا متأكد. نكتة حلوة. هذا قعدت الحاج مصباح. طيب وين في المطافي ولا الخبر طبعا من الجارية، وهذا هو ولا تحسب لي نقطه مفروض اللي موجود. يقول مصباح عرف باللمبه المئويه، وذلك لانه قد مر اكثر من 100 عام على اضاءته لاول مره، وبالتحديد منذ 115 سنة. المصباح يعمل بكفاءة تامة ويصنف بأنه أقدم مصباح في العالم، وهو موجود في محطة إطفاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يعمل لمدة 24 ساعة يوميا ولم يتوقف أبدا عن العمل طوال 115 سنة، حيث تم تشغيله عام 1901. المصباح المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تبلغ قوته 4 البرطلامبة أصلية. لا 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 ريجاس ريجاس نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام. يلا يلا بس حلقات سابقة هم جاوبوا الموضوع حسبت لهم نقطة، احنا المفروض تحسبها لهم نقطة، احنا عندنا معلومة. لا لا ما حسبناهاش. لا لا في شيء. لا 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 احنا نمشوا بالعلامة. لا نمشوا بالعلامة. الصناعة لو كان يصنع زيها تو الشركات كلها تسكر، لذلك تو مصباح اسبوعين ثلاثة بش وتاخذ غيرها واحدة. موضوع تجاري الموضوع تجاري. اوكي هاي تعادل. طيب شباب طبعا نبوا رفع العلامات تكون سريعه، سريعة. تاخروا خشوا في مشاورات وخشوا في كذا الكلام للبايكين. سريع سريع مشاورات يا جماعه قرار سريع. المعلومه الجايه، حليب الصرصور اكثر فائده لصحتك. حليب من شلي؟ الصرصور صرصور الصرصور زقرلو يعني الصرصور الصرصور مش نقوله لك بالتبيع دويلي بالزقرلو زقرلو والبشبو. حليب الصرصور أكثر فائدة لصحتك من الحليب البقري. يلا 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 بسرعة 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 يا فريق أستاذ فتحي ونورة بهاء. سريع سريع سريع. أنتوا قلتوا جارية وأنتوا قلتوا مش جارية. الإجابة الصحيحة مش جارية. اكتشف مجموعة من علماء من العلماء في دراسة حديثة لحليب الصرصور أنه أكثر فائدة للصحة من الحليب البقري بمقدار 4 أضعاف، وذلك لاحتوائه في تركيبته على بروتين نادر. دراسة أخرى أجريت العام الماضي في جامعة أكسفورد وتوصلت إلى أن تناول الصرصور يعطي الجسم بروتينات أكثر من تلك التي يحصل عليها من اللحوم الحمراء. هذا بشتهم الكورونا. محمد باهرة ومقلي. اسمع أنا اليوم بنروح بندير مبكبكة بالصراصير. تأكل معاه. هذا مقلي لكن صراصير مغادي. يلا نمشوا للمعلومة الأخيرة. لا لا ما فيش هذا ما فيش. عندهم نقطة عندهم نقطة. عادي 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 طبعا خلاص هيك هيك رافعين هيك رافعين. نمشي لاخر معلومه، المظله والساعه
أحسن هدايا أعياد الميلاد في الصين؟ المظلة والساعة. أحسن هدايا أعياد الميلاد في الصين. إيه تجيب لنا غير جماعة الكورونا أنت. ما قلناش الزقرلو هذا مش في الصين. لا لا لا. المظلة والساعة. مش الساعة. أحسن هدايا أعياد الميلاد. جاوبنا إحنا. في الصين. أنتوا قلتوا جارية. وأنتوا؟ لا لأن مش الساعة. وانت حتى انت مش جاريه مظله ايه؟ انت تقولي جاريه ومظله خدوجه مش الساعه واحد مش الساعه لاخر مره المظله والساعه احسن هدايا اعياد الميلاد في الصين بك تغير رايك حتى انت جاريه اطولتي ان هي جاريه لان الصين المظله عندنا اثنين أداء المظلة يعتبر فال سيء والساعات ولفها بورق أبيض في الصين يرمزان إلى تمني الموت للشخص أو الإصابة بالمرض. للساعة. للساعة. نعم. فالمعلومة جرية وعكسها هو الصحيح. لأن الساعة الساعة شيء مشؤوم بالنسبة لي. نقطتين. لا خلاص تم المباراة تم الموضوع تم المباراة بفرق شاسع لكم انتوا يعني رابحين انتوا الفريق الرابع هم من بكري كانوا فرق نقطتين ثلاثة حلقات وتوا هم هادو ربحوا ف كيف غير كيف كنا خمسة ثلاثة كنا خمسة ثلاثة لا 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 قاعد نتكلم أنا والفار أنا والفار يا ألفة اللعبة هذه راهو الفريق هذا ما خسرش فيه نهائيا ما خسرش فيه بس احنا بدري تعادل وحدة تعادل لا وحدة تعادل ما جاوبوش ولا مرة غلط احنا ولا وحدة باي وإحنا عندنا وحدة صح في حين ان هنايا اكثر احنا درنا اثنين احنا صح انت مش واحد لا ما خسرناش تعادل 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 الفار قال تعادل الفيصل الفار قال تعادل عموما احنا وصلنا لختام حلقه اليوم ونبو كلامه 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 قبل ما نختمه تفضلي استاذ خدج يعني حنروح خساره بنبكي بس نبي نقعد يلا كلمة نهاية الحلقة أستاذة خدجة الكلام هلبة يعني لكن نتمنى نحن نديروا أو درنا حلقة حلوة نال رضا المشاهدين لأن هو رضاهم هو رضا نحن وإن شاء الله ديما نلتقي على سلام وعلى الحب وعلى الفرح وعلى التسامح فتحية لأحلى ليبيا والله الكلمات والوصف يعجز عن التعبير أنا سعيد جدا بالتواجد في برنامج دوليبي وأكيد سعيد جدا بتواجد زملائي الفنانين والإعلاميين وأيضا الجمهور الرائع اللي ساندنا وشجعنا ودعمنا كثير وأيضا تحية لك أنت تحية لك أنت تحية كبيرة محمد على جهدك اللي بدلت معانا طبعا مش بالسهل واحد يوقف راه المده اللي تقولها ايضا تحيه كبيره كبيره لقناه سلام وعلى البرنامج وان شاء الله يا رب احنا نكون قدمنا رساله فيها فائده وفيها مضمون ويا رب يجمع شمل الليبيين ويكون في صلح في المستقبل القريب ان شاء الله والله انا كنت سعيده جدا انني كنت موجوده معكم في دوليبي خصوصا اني دوت الليبيه زمنيه فاستمتعت جدا استمتعت جدا بلقائي بك استاذ استمتعت جدا بلقائي بفنانة الأستاذة خدوجة صبري بيك أكيد بيكم كلكم برغم أن كنت موجودة في برنامج نورة وكان لي الشرف شكرا لكل حد دعمنا اليوم للجمهور الجميل شكرا لفريق حلقة سلام فعلا هي اسمها سلام وإحنا مواضيعنا كلها كانت تدعي للسلام والصلح وإن شاء الله يا رب في البرامج الجاية يكون فعلا ليبيا تكون أحسن ليبيا تكون في سلام وفي أمان وصلح يجمعنا وشكرا شكرا 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 لك شكرا فتحي طبعا لقاء جميل جدا وأنا سعيد بهذا اللقاء
شكرنا طبعا لقناة سلام والقائمين عليها، شكرا للأستاذ وليد اللافي على سعة صدره وعلى حسن استقباله لنا، وشكرا أيضا للأستاذ إسماعيل له كل التحية وله كل الشكر، وشكرا لكل الزملاء اللي شاركوا معنا، وشكرا لهذا الجمهور، وإن شاء الله نتلاقوا على خير بإذن الله تعالى. نورة عندنا تحيتين، تحية للجمهور الحاضر وتحية للجنود اللي خلف الكواليس. بهاء أتقدم بالشكر لإدارة شبكة سلام على إتاحة هذه الفرصة، وأنها وضعت فينا الثقة أن احنا نطلع للجمهور ونوجهه ربما محتوى، إن شاء الله أتمنى أن يكون هو محتوى مفيد وجيد. كل الشكر للشباب القائمين على هذا البرنامج دون استثناء، ليك انت محمد بالدرجه الاولى والجمهور اللي حاضر معانا والكادر الفني ايضا. ان شاء الله نتمنى ان السلام يعم على ربوع بلادنا ليبيا الحبيبه، ونقول لهم الله الله في ليبيا، وان شاء الله يصير منها. شكرا لك بهاء، شكرا لكل النجوم اللي معانا اليوم، تحية للفنانة والنجمة القديرة خدوجة صبري. واصف الخويلي. أريج الشابع. بهاء الشريف. نورة الجربي. والفنان الشامل فتحي كحلول. كل التحايا للجمهور الكبير اللي تواصل معنا طوال الحلقات. ما ننسوش طبعا نشكر كل الجنود المجهولين اللي يشتغلوا في الكواليس، ونطلبوا منهم السماح طبعا، تعبناهم ومعانا في كل الاوقات. وسراج الحمال طبعا وجوله تحيه كبيره. كل الشباب اللي موجودين خلف الكاميرات يشايروا يبلغوكم تحياتهم. مشاهدينا الكرام طبعا الشكر لكم اولا واخيرا، ان شاء الله يا رب العالمين نكونوا قد وفقنا في تقديم كل ما هو مفيد، ان شاء الله نكونوا زرعنا او ادخلنا البسمه حتى ولو بشكل بسيط لبيوت الليبيين. كان معكم محمد الهوني، دمتم في امان الله.